إنه يوم جديد في مصر، نعود لنلتقيكم في نهايته لنطرح معا أسئلته وأخباره وحكاياته. أسعد الله مساءكم مشاهدينا. في هذا المساء نتوقف عند أبرز أخباره، ومن بينها إحالة أوراق المتهمين في قضية مقتل اللواء نبيل فراج إلى فضيلة المفتي. ورمضان على الأبواب، كل سنة وحضراتكم طيبين. والتموين تستعد لاستقباله بطرح بتخفيض 30% على السلع التي تطرحها في معرضها. في هذا المساء تغييرات في كل شيء، ثورة في كل شيء، وثورة أيضا في الغناء، صوت التغيير في الأغنية. استمع إلى أحد هذه الأصوات ذات الجماهيرية الواسعة في أوساط الشباب، المطربة الجميلة فيروز كراوية اللي هتكون معنا النهاردة، هي والموزع الموسيقي كريم حسام. بانتظار أسئلتكم لضيفتي، بانتظار أسئلتكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم على صفحتنا التفاعلية على فيسبوك وتويتر. طبعا كلنا فاكرين اللقطة الشهيرة لسيادة اللواء نبيل فراج اللي نزل على رأس قوات الشرطة لضبط المتهمين في مقتل زملائه في كرداسة، وفاكرين أيضا الطريقة التي قنص بها على الهواء مباشرة. يمكن كانت من اللحظات القليلة التي يستشهد فيها ضابط قائد كان نزل على رأس قواته، وكان استشهاده أمام عدسات الكاميرات. لقطة مؤلمة سيظل يتذكرها أبنائه وعائلته وزملائه كلما مر الوقت. لكن النهاردة المحكمة حكمت بإحالة المتهمين في قتله إلى فضيلة المفتي، القصاص لهذه الجريمة بهذا الحكم الذي يبدو رادعا. هذه هي لحظة النطق بالحكم، نشاهد. بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة ومرافعتها وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا، وبعد الاطلاع على المادة 381 فقرة 2 إجراءات جنائية، قررت المحكمة بإحالة أوراق كل من المتهمين محمد نصر الدين فرج الغزلاني، عصام عبد المجيد دياب سيد وشهرته أبو حمزة، إبراهيم فتحي مغاوري السهيد وشهرته أبو مريم، محمود محمد السيد عبد الحليم الغزلاني، أحمد محمد عبد السلام صالح أحمد ويك، محمد سعيد فرج سعد شهير بن محمد الأفاص، مصطفى محمد حمزاوي عبد القادر حجازي، أحمد محمد محمد الشاهد، شحات مصطفى محمد علي موسى وشهرته شحات رشيدة، صهيب محمد نصر الدين فرج الغزلاني، محمد عبد السميح حميد عبد الرب وشهرته أبو زمية، صلاح فتحي حسن النحاس، إلى فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي الشرعي في الدعوة، وحددت جلسة 6/8/2014 لورود تقرير دار الإفتاء المصرية للنطق بالحكم وباقي المتهمين الذين لم يشملهم هذا القرار. كما جاء في النطق بالحكم، المتهمين اللي صدر ضدهم هذا الحكم بالإحالة هم 12 متهم من 23 متهمين في القضية اللي شملت مقتل اللواء نبيل فراج، بالإضافة لأحداث كرداسة اللي شفناها كلنا والتي أدمت قلوبنا واللي كانت مترافقة الحقيقة مع مشاهد بشعة. هل يطفئ هذا الحكم بالقصاص نار أهالي الشهداء وعلى رأسهم الشهيد نبيل فراج الذي لقي ربه وهو بيقوم بواجبه في حماية الوطن وفي حماية المواطنين؟ معنا على الهاتف المهندسة نضال خلف زوجة الشهيد نبيل فراج. أهلا وسهلا.
المهندسة نضال علي رفعت زوجة الشهيد نبيل فراج. أهلا وسهلا يا فندم. علي عفت، أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك. بنكرر تعازينا طبعا، ويعني اعتقد ان يعني ان حضرتك يحق ليكي ان انت تعلقي في هذا اليوم على ما حدث، وانك تتذكري بقدر اقل ربما من المراره اللي حصل في احداث وفاه زوج حضرتك. استاذه نضال، الصوت بيقطع بعيد قوي. حضرتك سامعاني بوضوح كده؟ انا بكرر العزاء مره تانيه لحضرتك. اولا ربنا يخليك، ربنا يخليك، شكرا. بسألك، هل يعني الأحكام اللي صدرت النهاردة أنت حسيتي كده أن أنت يعني أخدتي حقك، أو أنك بتقتصي للشهيد نبيل فراج؟ هل ده بيخفف واقع ما حدث؟ أكيد ما فيش حاجة هتعوضكم. طبعا، طبعا بيخفف طبعا، الحمد لله أن هو حكم عليهم، ريحنا كتير طبعا، برد قلبك شوية. يعني أنت كنت حاضرة المحاكمة؟ لا لا، ما حضرتهاش، ما قدرتش. تابعتي وقائع قبل كده طول فتره التحقيقات؟ كنت بتتابعي القضيه وعايزه تعرفي هتنتهي لايه ولا لا؟ طبعا بتابعها، بس ما كنتش بحضر. ما كنتيش بتحضري؟ لا. هل كان في اي محاوله منك، يعني احيانا بيبقى في قدر من الفضول لما حد بيستشهد او بيموت لي حد عزيز، ان هو يتعرف على القاتل عن قرب، يعرف ايه كانت دوافعه، ليه عمل كده؟ موضوع احساسي برضه زيك. حاولت تدوري على حد؟ عرفتي بالظبط مين اللي اطلق عليه النار؟ مين المتهم الرئيسي اللي اطلق عليه النار؟ لا ما عرفتش، هم قالوا ال 12 هم المشتركين. ايا كان، الاهم حاجه ان هم اتمسكوا واتحكم عليهم بالاعدام، دي اهم حاجه تبرد قلبنا. اولاد حضرتك، انا الحقيقه مش عارفه اذا كان حضرتك عندك اولاد كبار ولا صغيرين. عندي عمر ثالثة ثانوي، وزياد ثالثة ابتدائي، وأحمد ثانية ابتدائي. هل هم مستوعبين؟ يعني فيهم طبعا حد كبير ثالثة ثانوي، وفيهم أطفال. عمر بس، لكن هم صغيرين، لا يعني مش مستوعبين الموضوع أوي. ما كانوش متابعين مع حضرتك في وقائع المحاكمة؟ هم مش مستوعبين أوي الموضوع، الولاد صغيرة. أنا بشكرك مرة تانية، وبكرر التعازي مرة تانية، ويعني يكفي إن حضرتك تبقي عارفة إن زوجك شهيد، وإن هو مات وهو بيأدي واجبه. الشهادة، هو نال الشهادة، دي أحسن حاجة في الدنيا، هي دي اللي طلع بيها، الحمد لله. شكرا جزيلا لحضرتك مهندسة نضال عفت زوجة الشهيد نبيل فراج، أشكرك شكرا جزيلا. من هذا الخبر إلى خبر آخر متعلق بالحكومة. الحكومة في الشارع، تقريبا كل الحكومة في الشارع، دي السمة الأبرز حتى الآن في خلال الساعات القليلة اللي مضت منذ أعلنها. على رأس هذه الحكومة الموجودة في الشارع وزير الداخلية، اللي تابعنا جوالاته في أكثر من مكان، من بينها جولات كان على رأسها شخصيا. لكن الخبر الأبرز النهاردة المتعلق بوزارة الداخلية هي خبر تعيين أو تحديد وحدات لمكافحة العنف ضد المرأة في مديريات الأمن المختلفة. هذا الخبر مفترض أنه لقى ترحيب أو كان نتاج ل متابعة وضغوط بعض الحوادث التي شهدها الشارع المصري في الفترة المقبلة. فهل يكفي هذا القرار لتخفيف هذا القدر من العنف؟ معنا عبر الهاتف سيادة اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان. أهلا وسهلا سيادة اللواء. أهلا بيك يا فندم. لو بدأنا بهذا الخبر الخاص بأحداث العنف ضد المرأة والوحدة الخاصة بها، لو تعرفنا حضرتك طبيعة الوحدة دي وإيه نوعية الجرائم اللي هي مهتمة بها؟ أولا هي مش وحدة، دي أقسام إدارية في مديرية الأمن. هو طبعا يعني في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة بشكل عام، من خلال يعني آليات مختلفة، بعد للأسف الشديد اللي شفناه خلال الاحتفالات الأخيرة اللي هي جرت في ميدان التحرير، ووجود يعني ناس مبسوطة وفرحانة، نجد مجموعة من الشباب اللي هو فقد القيم الأخلاقية والمجتمعية، بدل ما يحمي المرأة ويحمي السيدة المصرية نجد ان هو بيحاول ان هو ينال من كرامتها وكيانها. وزارة الداخلية، السيد محمد ابراهيم وزير الداخلية اصدر قرار وزاري امس الاول
بإنشاء أقسام في كافة مديريات الأمن، الأقسام دي داخل المديرية، بمسمى قسم شرطة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة. هذه الأقسام هتبقى مسؤولة ومختصة بمكافحة جرائم العنف ضد المرأة بصفة عامة، وحالات التعرض الجماعي ليهم بصفة خاصة، وضبط مرتكبيها. هتتواجد في الأماكن المزدحمة، وسائل النقل العام، الأماكن اللي تزداد فيها حالات التعرض. يعني هي معنية بالأساس بجرائم التحرش والتحرش الجماعي بشكل، خلينا نقول العنف بصفة عامة. والتحرش ده جزء أو يعني أحد أنواع العنف اللي ممكن تتعرض بيه المرأة أو الفتاة. وهيتواجدوا في المناسبات، في الاحتفالات، في المهرجانات، في المباريات الرياضية، عشان يوفروا الحماية اللازمة للمرأة اللي هي المطلوبة. وأيضا هذه الأقسام هتبقى مسؤولة عن تلقي الشكاوى اللي هي هتارد إليها عن حالات التعرض أو العنف ضد المرأة، وإجراء التحريات اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء ما تكشف. طبيعة تكوين هذه الأقسام، هل هتكون من الضباط العاديين، ولا هيكون مثلا في مشاركة من يعني المجلس القومي للمرأة مثلا، أو من ضابطات مثلا أو عناصر نسائية في الشرطة أكتر؟ هو بالنسبة للتشكيل دي هتبقى قوة خاصة من المديرية، مكونة من ضباط وأفراد، والمديريات اللي هي فيها عنصر نسائي سوف ينضم إلى هذه الأقسام عناصر نسائية. وفيما يتعلق بالمجلس القومي للمرأة، هو المجلس القومي للمرأة احنا هناك بروتوكول تعاون بين وزارة الداخلية والمجلس القومي للمرأة في موضوعات أخرى، ولكن احنا برضك بنتواصل مع المجلس القومي في حالة يعني وجود معلومات أو بيانات عن وقائع التعدي أو التحرش، لأن أحد بنود هذا البروتوكول اللي هو تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالمرأة. ففي تنسيق وتعاون، بس في مجال هذه الأقسام ده عمل هيقوم به رجال الشرطة بمفردهم، لأن موضوع المكافحة والتصدي ده من اختصاص رجال الشرطة. طب هل بنفس الطريقة هيكون في تنسيق؟ هيك تعلم ان في يعني تجمعات مجتمع مدني، سواء كانت جمعيات او حتى مجموعات من الشباب عملوا جماعات زي امسك تحرش، شفت تحرش وغيرها، هل وحتى الجمعيات النسائية اللي تهتم بالنساء المعنفات وجرائم العنف ضد النساء، هل هيكون في تواصل ما بينكم وبين هذه الجهات؟ هو التواصل فعلا قائم، وقائم منذ فترات بعيدة. هم بيتواصلوا معانا قبل المناسبات والأعياد علشان ننسق الجهود، لأن هم بينزلوا علشان كانوا بيقوموا بدور في الشارع لمواجهة مثل هذه الأنماط من السلوك، ولما بيحتاجوا دعم شرطي بيتواصلوا معانا، بنوجه لهم القوات على طول. لو في أي حالة تحرش موجودة في منطقة ما فيهاش رجال أمن، بنبعت لهم سيارة نجدة وبتربط الفاعل في حينه. فالتنسيق قائم وموجود بيننا وبين العديد من هذه الحركات المعنية بالتصدي لموضوع التحرش. تفندم برضو يعني على الجانب الآخر، احنا كمجتمع مهتمين ان احنا نفهم الظاهرة دي، هل هي مثلا بتبقى تشكيلات عصبية، ازاي بيتجمع هذا القدر بالذات في الجرائم الجماعية وينسقوا ما بينهم ويبان كأن في تكنيك خاص، هل التحقيقات او النتائج اللي ممكن توصلوا لها هتبقى متاحة للدراسة، هتبقى متاحة لمحاولة فهم الظاهرة عشان خاطر القضاء عليها في منابعها؟ والله السؤال ده سؤال كويس قوي، لان من ضمن الاختصاصات بتاعه اقسام شرطه مكافحه جرائم العنف اللي هو تجميع البيانات والاحصاءات الخاصه بجرائم التعرض او العنف ضد المراه، ويتم تبويبها وترتيبها وتحليلها للوصول الى اسبابها ودوافعها واقتراح الوسائل لمكافحتها. يعني الكلام ده موجود برضك، والكلام ده من ضمن اختصاصات هذه الاقسام. هل هنبقى بالنسبه للاحداث، لو طلبنا ان احنا حتى على الاقل في اللي تم القبض عليهم في الفتره اللي فاتت، هل قدرتوا توصلوا اذا كانوا هم بيلتقوا بشكل مسبق الاول، بيبقى في اتفاق بينهم، ولا دي احداث كده بتحصل؟ يعني 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 خلينا نقول ان في التجمعات الكبيره يعني عارفه يعني ممكن يكون ده سلوك جماعي هم مش متفقين عليه، ولكن هم في نفس اللحظه بينشا هذا السلوك، وبيبقى راجع بقى يعني لان هم مش مفيش يعني
نقدر نقول ما فيش قيم اجتماعية متمسكين بيها، ما فيش انتماء، ما فيش حرص على الحفاظ على كرامة الفتاة أو السيدة اللي موجودة، فيعني بيتصرفوا تصرفات تكاد تكون متشابهة ومتماثلة. إنما ما بقاش في اتفاق بينهم، يعني بيشوفوا موقف كلهم بيتجمعوا عليه وبيبدأوا يتصرفوا تصرفات جماعية غير متفق عليها أو غير مرتبة أو غير منظمة. من النقط المهمة برضو إن كتير من المتورطين في هذه الجرائم بيبقوا أحداث وصغار السن، وبيحصل أحيانا من طلبة مدارس إعدادي وثانوي بيتجمعوا أمام مدارس البنات مثلا عشان يقوموا مثل هذه الأحداث. من ضمن اختصاصات الوحدة اللي هي التواجد أمام مدارس البنات في يعني في الفترة اللي هي المدارس هتبقى شغالة فيها. يعني ده برضك من ضمن الاختصاصات بتاعتها، التواجد أمام المدارس. طب وبالنسبة للتواجد مثلا في المواصلات، هل يعني ايه الاجراء؟ يعني لو سيدة تعرضت للتحرش في احدى وسيلة مواصلات، بالذات في مترو الانفاق، في اتوبيسات النقل العام، ايه التصرف يعني المفروض تقدم عليه؟ يعني فيما يتعلق بمترو الانفاق، يعني يمكن شرطة مترو الانفاق فيها عنصر نسائي وابتدوا ان هم يتواجدوا في حالة حدوث اي وقعة في وسائل مواصلات في مترو الانفاق. يعني هو المفروض ان في المترو او في وسائل النقل العام يعني هناك مواطنين، يعني المواطنين المفروض يتدخلوا ويبقوا اكثر ايجابيه في والله نتمنى ذلك. نتمنى ان تعود هذه الروح للشارع المصري مره ثانيه وحاله النخوه دي. محتاجين عوده يعني ما كان يطلق عليه الشهامه والتصدي زي ما كنا بنشوف زمان من المجتمع كله لاي شاب او اي شخص بيحاول ان هو يتعرض لفتاه او سيده. صحيح. أنا بشكر حضرتك على كل هذه المعلومات سيادة اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لإقطاع حقوق الإنسان، شكرا جزيلا لحضرتك. مرة تانية وفي إطار نفس نشاط وزارة الداخلية ومحاولتها لإعادة الأمن للشارع وتحت العنوان العريض اللي بدأنا بيه الحكومة في الشارع، النهاردة وزير الداخلية نزل بنفسه للقيام بإزالة الإشغالات وتنظيم الحالة المرورية في بعض الأماكن وبالذات في منطقة شبرا ورود الفرج وخلوصي وفيكتوريا، وقابل مجموعة من المواطنين، ودي كانت الصور اللي وزعتها وزارة الداخلية لهذه الجولة. نشاهد. ربنا يحميك ويقويك ويكرمك. ربنا يحميك ويقويك. احنا راجل مأمور عايزين مدام في الكوره حافظ على وصلنا احنا في الكوره عشان نوضح للناس الاطفال. تمام. لمتابعة الحملات بتاعة الإزالة، وبإذن الله مستمرين لغاية لما بإذن الله نعيد الشوارع لجمالها اللي كانت موجودة عليه من قبل.
حلو. ايوه يا ابني صور. وقبل ما نخرج من هذا السياق، لافت ان الحملات لم تكن في القاهره. كان وزير الداخليه نزل بنفسه لضبط الامن في الشارع في هذه الاماكن، فمديريه الامن في انا شنت هي كمان حمله امنيه على مناطق جبل حمراء، حمر الدوم وابو حمزه شمال انا في اطار خطتها للقضاء على البؤر الاجراميه، ووزعت بعض الصور الخاصه بهذه الجوله والحمله اللي اسفرت عن ضبط 28 قطعه سلاح الي وخمسه فرد روسي صناعه محليه، وضبط اربعه متهمين من بينهم هارب في جنايه قتل عمد محكوم عليه 25 سنه. انا ما اعرفش هي دي مطاريد الجبل اللي بيقولوا عليها هي اللي قدرت تقتحم معقلهم وزاره الداخليه، ولا دي بس يدوب على تخوم الجبل. معروف طبعا انا بالطبيعه الجبليه المحيطه بيها واللي بتشكل احيانا ملجا لبعض الخارجين على القانون. تحت نفس العنوان، ولا زلنا الحكومة في الشارع. إذا كانت الحكومة بتبدأ أعمالها بدري، فدي فرصة طيبة لعدد من الوزراء إن هم يقوموا بعدد من الزيارات الميدانية ويتابعوا كل الأماكن ويقوموا أحيانا ببعض الزيارات المفاجئة. نتمنى إن ده يكون عرف سائد في الحكومة وما تكونش شدة الغربال الجديد. في هذا السياق، النهاردة وزير الصحة الدكتور عادل عدوي قرر إقالة مدير مستشفى ناصر العام بشبرا وإحالة كل من مدير العناية المركزة وقسم الحضانات للتحقيق، وذلك على خلفية الزيارة المفاجئة. الوزير راح المستشفى على فجأة لأن بيها الحقيقة رئيس قطاع الطب العلاجي، وبناء على تعليمات من وزارة الصحة، وكان اللي حصل إن هم لقوا بعض المستشفيات أو بعض الأقسام مغلقة وعدم استغلال لقسم العناية المركزة بكامل طاقته، وعدم تشغيل خمس حضانات للأطفال، وعدم تواجد الأطباء النواب. كل هذه الأسباب دفعت الوزير لأنه يقيل مدير المستشفى الذي ثبت أنه لم يكن يؤدي عمله كما يجب. على كل الأحوال هي سنة حسنة، نتمنى أنها تستمر، أن كل مسؤول يشعر أن في مسؤول ممكن يطب عليه. فإذا غاب الضمير أحيانا يمكن للوزير، مش هقول يحل محله، بس على الأقل يجعل كل مسؤول يعرف أنه تحت المراقبة. والوزارة والحكومة لازالت في الشارع، وهذه المرة الحكومة بتستقبل رمضان، بتستقبله في قاعة أو أرض المعارض في مدينة نصر. معرض كبير يمكن لحضراتكم من خلاله أن أنتوا تشتروا مستلزمات رمضان بأسعار أرخص من أسعار السوق بنسبة 30%. ثلاث وزراء على الأقل تواجدوا في افتتاح هذا المعرض، على رأسهم وزير التموين، وكاميرا مصر فيهم كانت هناك وشاهدت هذه الجولة. مشاهد. لتوفير السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان بأسعار تنافسية للمستهلكين، افتتح الدكتور خالد حنفي اليوم وزير التموين وعدد من الوزراء معرض أهلا رمضان بأرض المعارض. كلنا متفائلين وبنبدأ مرحلة جديدة لمصر كلها، اهتمام بالمواطن بشكل كبير. شركات المجمعات الاستهلاكية بتتنافس مع بعض وبتتنافس مع السلاسل اللي موجودة لمصلحة المواطن، عشان تنزل سلع بأسعار يعني أقل بكتير جدا من اللي موجودة في السوق. الحقيقة معرض رائع هدفه خدمة المستهلك، وإحنا على مقربة من شهر رمضان المبارك بأسعار الحقيقة يعني أقل من كل أسعار السائدة في السوق، ونستغل هذه الفرصة علشان يشترك في المعرض من المصنعين والتجار صغار أصحاب المشروعات الصغيرة. في حوالي 20-25 مشروع صغير بيعرض المنتجات بتاعته، ومن هنا كان إقامة المعرض هنا. المعرض يستمر حتى أسبوعين من افتتاحه، حيث يشمل كافة السلع الغذائية التي يمكن أن يحتاج إليها المواطنون، حيث شهد المعرض في أول أيامه إقبالا شديدا من المواطنين. أول مرة بأمانة أجي المعرض هنا في معرض رمضان، بس الأسعار حلوة جدا، الخضروات بتاعته شايفها طازة وأسعارها حلوة وأرخص من بره بكتير، فيها تخفيضات يعني إحنا شايفينها بعينينا. إقبال بتاع الناس زي ما شايف حضرتك النهارده مفيش مكان فاضي. أيام قليلة ويحل علينا شهر رمضان الكريم، حيث يستعد المواطنون له بشراء كافة احتياجاتهم. كل عام والأمة الإسلامية بخير.
الهاتف معنا الاستاذ محمود دياب المتحدث باسم وزاره التموين. طبعا كل سنه وانتم طيبين يا استاذ محمود. اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذه، وكل سنه وانت طيبه ومصر كلها طيبه وبخير يا رب. ان شاء الله يا رب. استاذ محمود، اولا عايز اعرف من حضرتك المعرض، بس هل التخفيض 30% قاصر بس على المعرض الموجود في ارض المعارض، ولا في منافذ ثانيه يقدر المواطنين يذهبوا اليها؟ اولا حضرتك المعرض تخفيضه 40% مش 30%. طب ده جميل. يعني لو كان تم الاتفاق ان الاسعار بتاعه السلع الغذائيه وغير الغذائيه مخفضه بنسبه 30%، وهم في المعرض اتفق الدكتور خالد الحانف وزير التموين مع الشركات على تخفيض كمان 10% على كافه السلع، فالتخفيضات تصل حضرتك لحوالي 40% على السلع الغذائيه وغير الغذائيه. اما بالنسبه لفروع المجمعات الاستهلاكيه وشركتي الجمله في القاهره وفي المحافظات، ده التخفيضات بتصل فيه حوالي 30%، والمعرض ممتد لمده 10 ايام، وفي نفس الوقت قابل ان هو يستمر اكثر حسب اقبال المواطنين عليه. ممكن يستمر مثلا طول شهر رمضان مثلا، وخصوصا ان في بعض المنتجات اليوميه، يعني شايفين خضار وفاكهه وسلع من اللي بتستخدم كل يوم في البيوت المصريه. حضرتك ده في كافه السلع، يعني اللحوم بكافه انواعها بيتراوح سعرها الكيلو من 29 لحوالي 45 جنيه، اللحوم الطازجه والمبرده والمجمده. الدواجن حضرتك اللي هي الماركات اللي بتتباع في السوق بره ب 22 23 جنيه، الكيلو في المعرض ب 14 جنيه 75 قرش. جميع انواع المعلبات والعصاير والدقيق والخضر والفاكهه باسعار مخفضه فعلا بنسبه 40% عن الاسواق. هل ممكن يستمر طول شهر رمضان؟ ان شاء الله. يعني انا حتى كنت بتكلم مع الدكتور خالد حلف وزير التموين ان هو النهارده ان شاء الله هيحاول لو لقى الاقبال زايد عليه مستمر انه يتم استمرار هذا المعرض فتره كمان قادمه باذن الله. طب انا عايز افهم من حضرتك السر في هذا السعر التنافسي، حضرتك بتتكلم عن تخفيض بيصل ل 40%، ازاي قدرتوا تحققوا هذه النسبه؟ هل معنى كده ان هو مش الربح في العاده في السلع دي كانت كبيره لدرجه كده، ولا في تضحيات؟ يعني عايزين نفهم السر في هذا السعر التنافسي. السر في كده انه تم الاستعانه بجميع منتجات الشركات الشركات التابعه للشركه القابضه للصناعات الغذائيه. ايضا ضم اتفاق على منتجات كثيره جدا من المنتجين والمزارعين مباشره، ايضا في دعم من قبل الدوله، فالاسعار مخفضه جدا السنه دي وفي متناول كافه المواطنين. طيب عايز افهم من حضرتك برضو، هل ده هياثر بشكل من الاشكال على شكل التنافسيه في السوق؟ هل ممكن ياثر على ان بعض تجار التجزئه مثلا يخفضوا اسعارهم، ولا ده هيكون بشكل ضرر اليهم؟ يعني النسبه دي من التخفيض لو حاول ينافسها التجار التانيين هيخسروا، ولا يقدروا ان هم يبقوا في السوق؟ انا شايف ان هم لو عم يحاولوا ينافسوا لا هم هيكسبوا برضو، بس هو مش ربحهم، الربح بتاعهم هتكون بسيطه. لان الاسعار ارتفعت بشكل مفاجئ في الاسواق، ده كان فيها هوامش الربح بتاعها كبيره للتجار. الخطه الموضوع حاليا ان تعود المجمعات الاستهلاكيه وشركتي الجمله ومحلات البقاله التموينيه انها تقود الاسعار بالنسبه لكافه السلع للانخفاض. يعني هل نقدر نفهم كده ان وزاره التموين استراتيجيتها في الفتره المقبله بدل ما تسعر سواء اجباري او اختياري انها هي تقدم منافس بديل، وبالتالي تجبر الاخرين على انهم يخفضوا الاسعار؟ بالظبط كده يا فندم، دي الآلية اللي موضوعها حاليا، وإن شاء الله في خلال فترات يعني أيام قليلة جدا هتلاقي الأسعار تعود للانخفاض بسبب آلاف الأطنان اللي بيتم طرحها حاليا في فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة ومنافذ شركة المصريين ومحلات البقالة والاتحاد التعاوني، وده بيصل عددهم لأكثر من 40,000 فرع ومنفذ على مستوى الجمهورية. طب عشان تفضل دي آلية موجودة يبقى لازم تفضل مستمرة طول السنة، هل أنتوا قادرين على أن أنتوا تستمروا في هذا التخفيض وهذا الطرح للكميات الكبيرة طول السنة عشان تقدروا تضبطوا الأسعار؟ بالظبط كده، لأن في نفس الوقت أن في تخطيط لفتح فروع ومنافذ جديدة في المحافظات بالنسبة لفروع المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة. أيضا حاليا بيتم تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة، وهي معظمها شركات غذائية زي أدفينا وقاع وشركات الزيوت والمخابز والمطاحن، فديت برضو بيتم تطويرها حاليا اولا لعمل منتجات جيده تنافس بقوه المنتجات في السوق، وايضا للتصدير، فبيتم حاليا تطوير هذه المصانع والالات، ويتم خلال فتره قليله قادمه هتلاقي الشركات دي بتعود انها تقود الاسواق اولا لسلع جيده مطروحه بتنافس القطاع الخاص، وايضا بتاخد الاسعار وتنخفض بها لاسفل. طب انا عايز اسال حضرتك برضه، يعني المعرض موجود في مدينه نصر، ماذا عن الاحياء الشعبيه؟ هل في تفكير مثلا ان بعض هذه المعارض تبقى متجوله او مش ثابته، او توصل للناس يعني اللي ساكنين في مناطق فقيره ممكن يصعب عليهم ان هم ينتقلوا عشان شراء مستلزماتهم من مدينه نصر؟ هو حضرتك في دلوقتي سلع مطروحه في المجمعات، السيارات المتنقله اللي تتبع شركات المصريين، ايضا بيتم التنسيق مع الغرف التجاريه حاليا مع بالمحافظات لعمل معارض مماثله لطرح فيها كافه السلع الغذائيه وغير الغذائيه باسعار مخفضه.
شكرا يا فندم، واحنا ان شاء الله هنتابع مع حضراتكم هذا النشاط، وهنكون سعداء ان احنا نرشد السادة المشاهدين والمواطنين جميعا على مثل هذه المنافذ من وقت للتاني، وان احنا نساهم في الاعلام عنها لمحاوله لضبط الاسواق وتوصيل السلع للناس باسعار تنافسيه. بشكرك محمود دياب المتحدث باسم وزاره التموين. من التموين وهذه أزمة على وشك الحل أو نتمنى ذلك إلى أزمة أخرى نتمنى هي الأخرى أن تجد طريقها للحل حتى لو بدت الصورة حتى الآن مظلمة. بتكلم بالطبع عن أزمة الكهرباء التي تفاقمت في الأيام الأخيرة، ينتظر الكثيرون أنها هتزيد في شهر رمضان مع حرارة الجو والضغط على التكييف وأيضا الضغط لمشاهدة التلفزيون بشكل عالي. كيف يؤثر انقطاع التيار ليس في القاهرة بس لكن في المحافظات، القاهرة كانت هي اللي تحت المجهر طول الوقت، ماذا عن المحافظات التي لا يشعر بها أحد وتنقطع عنها التيار الكهربائي لفترات أطول ربما، كيف يؤثر الأمر على رزق الناس وقوت يومهم وليس فقط على أسلوب حياتهم؟ نشاهد. تتفاقم أزمة انقطاع الكهرباء بشكل كبير يوما بعد يوم، كما تعتزم الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية استيراد نحو 3 شحنات من الغاز المسال لمحطات الكهرباء شهريا خلال عام 2015 بتكلفة إجمالية تصل إلى أكثر من 11 مليار جنيه لمواجهة المشكلة، لكن مع هذا يعاني المواطنون منها بشكل واضح. هو المشكلة كلها لما يكون عندي طلبة في امتحانات هي دي بتأثر عليا، طبعا بجيب كشافات عشان موضوع المذاكرة والدراسة، هي بتأثر عليا عشان عندي ثانوية عامة. مصالحنا واقفة، الورش واقفة، الصناعية عطلانين، لازم نجيب مولدات كهرباء. بيجي بالليل بنلاقي النور قطع، الزبون بيخاف ينزل أو يدخل محل يشتري حاجة. ما عارفينش نشتغل ولا نعمل أي حاجة، والنور قاطع على طول، بيقطع بالأربع ساعات هنا. عندي أغلبية المعدات كلها بالكهرباء. فده بيأثر جامد، بيبقى أنا شغال زي كده وإحنا في فترة ركود بمعنى أصح أساسا كمان، يعني الشغل بيبقى خفيف مش كتير. طب أنت يا حكومة أو يا نظام، أنت محتاج منتج ومحتاج إنتاج، ولا سبيل لتقدم البلد بدون إنتاج، ولا سبيل لخروجنا من الكبوة اللي إحنا فيها دي دون إنتاج، كيف أنتج وأنا ما عنديش أبسط أمور وسائل الإنتاج وهي الطاقة؟ أزمة انقطاع الكهرباء وصلت إلى جميع محافظات مصر، وإذا كانت كبيرة في العاصمة فهي أكبر وأكثر عمقا في المحافظات المختلفة. المحصل ما بيجيش بالسنة وبالاتنين لأي مواطن، ولو جاي يدور في الدفاتر بتاعته يلاقي مليارات، ليه ما بيحصلش المبالغ؟ ده حضرة وزير اللي قاعد على الكرسي بتاعه ما بيحصلش المبالغ دي ليه؟ المشاكل عندنا في الكهرباء في الصعيد متكررة جدا جدا جدا، والكهرباء بتقطع عشوائي من 4 ل5 مرات يومين بدون ما يعلنوا عن انقطاع التيار الكهربائي. فجأة تنقطع الكهرباء وبعد كده ترجع تاني تحرق كل الأجهزة الموجودة. أمل كبير يعلقه المصريون على الرئيس المنتخب وعلى الحكومة الجديدة، ربما تتوصل إلى حل لهذه الأزمة. إيمان الحويزي، قناة دريم. هل في أمل فعلا في انفراجة قريبة في أزمة الكهرباء، ولا شهر رمضان هيكون شهر ساخن بسبب درجة الحرارة وغياب الكهرباء وانقطاعها المتكرر؟ ماذا عن أصحاب الأعمال اللي بيتضرروا بهذا الشكل؟ أسئلة بطرحها على الدكتور محمد اليماني المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء. أهلا يا دكتور. مساء الخير أستاذة منى، أهلا بحضرتك. مساء النور يا فندم، أهلا بيك. عايزين نعرف هل في انفراجة قريبة في أزمة الكهرباء ولا لا، هل هيفضل انقطاع التيار بهذه المعدلات ولا هيزيد كمان في شهر رمضان؟ اولا خلينا اقدم اعتذاري يعني واكرره، ويمكن مع حضرتك في مداخلات سابقه، ان هذه الانقطاعات الاضطراريه للاسف الشديد هي في الوقت الحالي على الجانب الفني، واحنا بنشتغل بنقول ان احنا مع محدوديه الموارد مع الظروف اللي احنا بنعيشها بنعمل هذه الانقطاعات اضطرارا وحفاظا على الشبكه بوجه عام. فاحنا الحقيقه انت عارف حضرتك مع ارتفاعات درجه الحراره وطبعا برضو كميات الوقود محدودة والطلب على الطاقة زاد، ويمكن معدلات استهلاكات زادت حتى عن الخطط اللي كانت محطوطة، والخطط اللي كانت أصلا موضوعة لم تنفذ بشكل كامل لظروف السنوات السابقة اللي احنا الثلاثة اللي عدوا علينا. لكن بنقول ان احنا مع حضرتك في مداخلات سابقة قلنا انه ان شاء الله من جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عليها دور
من المحطات القديمة أو سواء كان في محطات جديدة، المهم أنه في قدرات إضافية بتتم سواء بعمليات صيانة، بعمليات رفع كفاءة، بإدخال محطات جديدة زي بنها وشمال الجيزة. كنا وعدنا مع برنامج حضرتك أنه في 2400 ميجا وات قدرات إضافية هتدخل قبل حلول الصيف. احنا الحمد لله لغاية في منتصف الصيف تقريبا دخلنا منهم 500 ميجا من محطة بنها و750 ميجا من محطة شمال الجيزة، وبقية هذه الأحمال هتكمل الباقي اللي هو لسه عندنا في بنها والعين السخنة وباقي 250 كمان شمال الجيزة والكريمات، فإن شاء الله في قدرات بتدخل. طيب على الجانب يعني على شهر رمضان يا فندم، يعني هل استعديتوا لشهر رمضان وإزاي وهل يعني حضرتك يمكن في التقرير في مقدمة التقرير اللي ورد من شوية قال إنه وزارة البترول من جانبها الحقيقة بتبذل قصارى جهد سواء بزيادة كميات الوقود من المنتج المحلي أو من المستورد، يعني في كميات بتأتي تباعا سواء استيراد أو من دول الخليج أيا كان، لكن عايز أقول إن احنا شغالين على هذه المحاور جميعها. لكن برضو قبل شهر رمضان بنقول لأهلنا في كل المحافظات بنقول لهم كل سنة وانتم طيبين، وإنه مع محدودية مواردنا ومع الصفحة الجديدة مع الرئيس الجديد نتمنى كلنا أن تتكاتف الجهود، لأنه مهما تعمل الحكومة قرارات أو تبذل جهد لكن ميدانيا على الأرض لابد أيضا أن يكون هناك تعاون زي ما حصل في دول كثيرة. الكهرباء قطعت في دول كثيرة لكن الناس برضو بلاش الإسراف في الزينات في الشوارع، بلاش التكييفات المبالغ فيها في دور العبادة، نستخدم بس على قد استخداماتنا. وبرضو بنكرر دائما انه بنقول يا اخواننا كلمه ترشيد مش كلمه وحشه، او انه الحكومه بتلمي جميل، يعني اكيد المواطنين عليهم دور كبير في ترشيد الاستهلاك لكن احنا كمان بنتكلم على وانتم حضراتكم بتتكلموا عن محاوله لضخ المزيد من الطاقه قبل شهر رمضان. كان في كلام في وقت سابق اقول حاجه يا استاذه منى، الحقيقه يمكن مع الوزير حضرتك عارفه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقه المتجدده، هو عالم كل الدنيا عارفه انه راجل يعني خبير طاقه عالمي واستشاري معروف. الحقيقه حته الاعتماد على الوقود الاحفوري دي يعني عايز هو عارف ان الوقود ده اللي هو الغاز والمازوت والسولار في طريقها للنضوب، غير ان احنا بنتعرض فيها لازمات. احنا لا، هو الان الملف النووي موجود، الطاقه المتجدده والمشروعات الشمسيه اللي باستمرار يعني شغالين بتوسع على كل المحاور ان احنا نجيب قدرات اضافيه. احنا يمكن انت عارفه معدلات السكانيه بتزيد والاستهلاكات. كان في تصريح سابق لوزير الكهرباء بيتكلم فيه انه قريب الوزارات والهيئات الحكوميه هتشتغل بالطاقه الشمسيه، هل ده يحصل في مدى زمني نقدر نتكلم فيه دلوقتي؟ ده قرار مجلس وزراء، وقلنا انه المباني الحكوميه قرابه 1000 مبنى حكومي مرحله اولى هيتم تركيب خلايا شمسيه عليها. ده في خلال قد ايه يا فندم؟ في خلال قد ايه هتشتغل بالطاقه الشمسيه؟ اللي هي فندم في خلال قد ايه هتشتغل بالطاقه الشمسيه؟ لا احنا بالفعل احنا المجمع الرئيسي لوزاره الكهرباء والطاقه المتجدده تركبت عليه الخلايا وشغاله بالفعل بتغذي المبنى، اللمبات الليد بتركبت داخل الغرف، المباني بعض المباني التابعه لسه يعني اكثر من 10 مباني لغايه دلوقتي يمكن اتركب عليها خلايا شمسيه. عندنا كمان بعض انت عارفه حضرتك تابعتي في وسائل الاعلام محافظه الجيزه، محافظه الاقصر، محافظه الاسماعيليه، بدات التربيه والتعليم بعض المباني. لا الحقيقه في تحرك لانه خلاص ده قرار مجلس وزراء، وانه بنتمنى ان قريبا الطاقه الشمسيه كمان تبقى في متناول المواطنين الراغبين في ان هم يساهموا في تخفيف هذا الحمل، ونتمنى انها تكون متاحه بشكل مقبول وبسعر. نقطه مهمه اللي حضرتك اثرتيها، كل ما هنالك احنا دلوقتي متاح انه اي حد يركب طاقه شمسيه، طبعا اسهل حاجه انك تركب سخان شمسي، دي موجوده ومهمتها موجوده، لكن الخلايا الشمسيه نفسها يا فندم، انما الخلايا الشمسيه والخلايا الفوتوفولتيه ممكن تتركب على اسطح المنازل، بواقع انه الان ممكن المواطن او القطاع الخاص يركب هذه الخلايا ويتعامل مع الشبكه انه يستخدم ما يكفيه ويصدر الباقي الى الشبكه على اعلى سعر ويحصل نوع من المقاصه. لكن احنا كمان في انتهى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحمايه المستهلك من اعداد الآليات والتشريعات الخاصة بهذا الأمر في انتظار موافقة مجلس الوزراء لأن يتوسع القطاع الخاص في الاستثمار في هذا المجال. أنا بشكر حضرتك وأتمنى أن قريبا يكون في أخبار جيدة في هذا المجال ونقدر نناقشه بتوسع أكبر ونقدر أن احنا نوصل هذه الخدمة للمشاهدين وللجمهور بشكل واسع. شكرا دكتور محمد اليماني المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء. بعد هذه الوقفة القصيرة برجع لحضراتكم ونتكلم عن حصار لكرداسة لكنه حصار من نوع آخر هذه المرة، سنتعرف على التفاصيل بعد هذه الوقفة القصيرة، ابقوا معنا.